بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا 39 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 22 من شهر صفر سنة 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن يكون لنا في ليلتنا هذه في مكاننا هذا مزيد خير وبركة وصلاة من ربنا جل وعلا، نتقلب في أكنافها الرحمة والخير والعطاء الإلهي بصلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. لما تجلى شعت الأنوار والكون احتفى، تالله ما بين البرايا كالحبيب المصطفى، طوبى لمن صلى عليه محبة وبه اقتفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في الحديث عن الفصول التي أوردها المصنف رحمه الله موجزة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأبواب، وها نحن نبدأ مجلس الليلة بفصل في هديه في معاملته للآخرين بيعاً وشراءً وسلفاً واقتضاءً صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملاته. كان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه. هذا العنوان وهو صدر هذا الفصل: كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة، كما كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس زوجا، أحسن الناس معلما، أحسن الناس عبادة لربه، أحسن الناس إحسانا إلى الخلق. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة. وهذه الجملة ثبتت مجملة ومفصلة، فأما الإجمال فهذا العنوان الكبير: لا أحد أحسن منه تعاملا مع البشر صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمة ما زالت تتعلم مواضع الإحسان في التعامل من هديه عليه الصلاة والسلام، يستقون من سيرته ومن أحاديث مواقفه كيف يكون أحدهم محسنا في تعامله مع البشر من حوله. وأما الروايات المفصلة فجم غفير، أورد المصنف رحمه الله هنا في الفصل طرفا منها. قال: وكان إذا استسلف سلفا، يعني إذا اقترض دينا قضى خيرا منه. المقرر عند الفقهاء أن الدين يرد بمثله، ولا يجوز الزيادة في الرد عليه إذا اشترط المقرض، فإنه عندئذ يجر إلى الربا. لا يجوز لمن أقرض قرضا أن يشترط في رده زيادة، سواء كانت من المال أو منفعة يتحصل عليها. فأما إذا رد المقترض القرض أو الدين ثم تبرع من عنده بزيادة يردها وفاء وعرفانا وإحسانا إلى المقرض، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منهم. ولذلك شواهد، منها حديث الإمام مسلم في الصحيح عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا فقضى جملا خيارا رباعيا. استسلف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بعيرا،
ثم لما قضاه قضى له خيرا منه، يعني من ناحية السن والعمر، وقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي حديث أبي داود أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، قال فقضاني وزادني. هذا الإحسان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أن مبدأ الاقتراض والدين قائم على المعروف، على البذل والإحسان، وهو التي يسميها الفقهاء عقود الارتفاق، يعني ليس فيه مصلحة للمقرض ولا للدائن. فإذا أعطى أحدكم أخاه دينا أو قرضا فإنما هو يحسن إليه، ولهذا يسمى بالقرض الحسن، فلا سبيل إلى رد معروفه وإحسانه إلا بمثل ذلك. ومنها ما ذكره في الهدي النبوي هنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يرد الدين ويزيد صاحبه من عنده إكراما وإحسانا. يا كرام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في باب المعاملات والتعامل بالأموال والقرض والبيع والشراء قائم دوما على الإحسان والإكرام، هدي ملؤه الكمال والعظمة، فيه سمو في التعامل، فيه لطف وإحسان، فيه بذل كريم وسخاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مقام النفس مع المال دائما مقام شح وبحث عن الحظ والأثر. فإذا تجاوز العبد هذا الباب مع نفسه، يعني من الأثر والبحث عن حظها والشح، وتجاوز ذلك إلى البذل والإيثار والإعطاء، كان ذلك دلالة على الكرم وجود النفس وعفتها، ولنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك القدح المعلى والسهم الأوفر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. في حديث عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ها هنا جملتان: الأولى دعاؤه عليه الصلاة والسلام لصاحب المال الذي أقرضه، فإذن هو لما رد الدين زاده دعاء، ولا شيء أكرم على العبد من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. والجملة الثانية قاعدة شرعية عامة: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. فمن أقرضك وأسلفك فجزاؤه شيئان: أداء القرض الذي أعطاك فترده إليه، والثاني أن تحمد له صنيعه وتشكره له. والحمد هاهنا أو الشكر والثناء تارة يكون باللسان وهو الدعاء، تقول له: بارك الله لك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. وتارة يكون هذا الحمد والثناء بالفعل، بأن ترد له هدية وأن تزيده في قرضه الذي اقترضت منه، وكل ذلك ثابت في هديه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن ماجة قال: استلف منه حين غزا حنينا 30,000 أو 40,000. فبينت الرواية أن القرض كان في غزوة حنين، لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة احتاج إلى شيء مما يزود به الجيش ويهيئ به للقتال حين توجه إلى حنين، فلما قدم من غزوة حنين قضاها إياه، ثم قال له الحديث: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستسلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، فأعطاه 80. ذكره البزار. أخرج الحديث الإمام البزار رحمه الله في مسنده، وفي صحته مقال، وذلك أن الرجل الأنصاري أقرض النبي صلى الله عليه وسلم 40 صاعا، فجاء الأنصاري يطلب ماله أو قرضه ودينه،
فاعتذر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما جاءنا من شيء بعد، يعني ما جاءني شيء أستطيع أرد لك به القرض. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، يعني كأنه أخذه شيء من الضيق والانزعاج فهم أن يتكلم، فبادره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقل إلا خيرا، يعني لا يستجرينك الشيطان وفي كلمة تقولها ليس لها مقام ونحن في غنى عنها. قال فأنا خير من تسلف، يعني لم يكن إمهاله عليه الصلاة والسلام مماطلة في الدين ولا إنكارا ولا نوعا من رد الحق وغمطه. قال فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، ضاعف له صلى الله عليه وسلم في رد دينه، فاقترض منه 40 وزاده 40 فضلا، يعني زيادة منه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. في الحديث قصة طويلة أخرجها الأئمة البخاري ومسلم مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي غير الصحيحين مزيد تفصيل للحديث، أن الرجل كان له على نبينا صلى الله عليه وسلم دين، فلما جاء يتقاضى دينه أغلظ للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أساء في العبارة وغلظ وشدد كما في رواية الصحيحين، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني دعوه وما صنع فإن صاحب الحق يرى أن لنفسه أن يقول ما شاء ليطلب حقه، وكلنا كذلك في مقام الخصومة أو المنازعة أو البحث عن الحق، دوما يرى صاحب الحق أن له الحق أن يتكلم أن يبدي حجته، وإذا ظن أن الذي أمامه متساهل في أداء حقه مماطل في سداد دينه أغلظ في العبارة وتجاوز، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. في الحديث عن أبي من رواية عائشة رضي الله عنها مزيد تفصيل، وذلك أن الرجل ابتاع منه النبي عليه الصلاة والسلام جزورا أو جزائر، يعني من البعير، بوسق من تمر الذخيرة، وتمر الذخيرة هو العجوة ويقال له الذخيرة نسبة إلى بعض المواضع التي يزرع بها، فاشترى منه في مقابل ما وعده به وهو أن يكون أن يعطيه وسقا من تمر العجوة، فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده، وهي قصة ظاهرها أن غير قصة الأعرابي الذي اقترض منه البعير. فلما جاء هذا الأعرابي في حديث عائشة ابتاع منه جزورا بوسق من تمر، ولم يكن هذا دينا، كان في السوق واشترى منه أن يكون الثمن وسق من تمر العجوة، فرجع به النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي واغدراه، يصيح أنه قد غدر به، فلما قال ذلك هم الناس به وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن ابتعنا منك جزائر ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي ثانية واغدراه، فهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ثانية دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثة يعيد للرجل عذره، يعني لا تظن أني خنتك أو غدرت بك لما قلت لك في السوق سأعطيك وسقا من تمر الذخيرة لأني رجعت البيت فلم أجده، أراد إفهامه، والأعرابي لا يفهم إلا أنه غدر به وخداع أعطاه البعير فلم يجد الثمن. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية،
فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل اذهب به فأوفه الذي له. قال فذهب به فأوفاه الذي له. قالت فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون أو الموفون المطيبون، يعني الذين يوفون الحقوق ويطيبون نفوس الناس ويجبرون خواطرهم. في رواية ابن ماجه لما أوفاه حقه أطعمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الأعرابي أوفيت، أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وفي رواية أحمد فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. وقيل كان الرجل كافرا ثم أسلم بعد هذا المشهد الذي كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب فيما أشار المصنف وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، الرجل كان قرضه بعيرا، فلما جاء وأراد استرداده أغلظ في العبارة وأساء فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه، يعني سنا بعيرا مساويا لبعيره في السن. فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هي أفضل من سنه، قال اشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. مكارم أخلاق ووفاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إحسان ثم التماس عذر، جاء فأغلظ في العبارة فيقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن أحدنا في مقام العقود والحقوق لا بد أن يتخلى وأن يترفع عن المناصب والجاه. مقام الحق لك كذا وعليك كذا، ولا علاقة لهذا بمنصب الإنسان ومنزلته ومكانته، فتلك لها اعتبارات ولا شك، لكنها لا تؤثر على حقوق العباد وأدائها إلى الخلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه، ذكره أبو داود. وهذا لا يناقض شراه في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء. تلك قصة أخرى، قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، قيل اشترى بعيرا وقيل اشترى غير ذلك، والعير القافلة القادمة بالتجارة. فاشترى منها صلى الله عليه وسلم وليس عنده الثمن، فأربح فيما اشترى. ايش يعني أربح؟ نعم، وجد فيها ثمنا يجد به ربحا عما اشترى، فباعها بربح. ولما باع رد الثمن الذي اشتراه لأنه لم يكن عنده، وأما الربح فتصدق به على أرامل بني عبد المطلب، يعني من نساء قومه عليه الصلاة والسلام، وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه. لما؟ قالوا لأن الشراء بالدين يفضي إلى تحمل الدين، ثم يفضي إلى الاشتغال بتحصيله لأجل رده، وكل تلك مشغلة. ظاهر الحديث يوهم المنع من الشراء بالدين لقوله لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه، لكن الحديث أولا في مقاله في ثبوته مقال، فإن عامة أهل العلم على عدم تصحيحه لإشكال في سنده، فالحديث ضعيف وأخرجه أبو داود رحمه الله وأشار إلى ضعفه، وكذا أحمد والبيهقي وغيرهم، وفي السند شيء من الاضطراب، وضعفه عدد من الأئمة كابن حزم وابن القطان رحم الله الجميع.
ثم على افتراض صحة الحديث قال المصنف: وهذا لا يناقض شراه في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء. ولا يبدو من كلام المصنف رحمه الله التفريق بين القصة وبين الشراء في الذمة، لأنه اشترى بذمة، اشترى وليس عنده الثمن، وقد أربح فيه أواقي من فضة ثم باع وتصدق بالربح على الأرامل. لكن الأسد من هذا في الجواب أن يقال إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المصنف في قوله لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمن حديث ضعيف، ولضعفه فإنه لا يقاوم ما ثبت في صحيح السنة من الشراء بالدين، وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، وآخر ذلك شراؤه الطعام من اليهودي في آخر حياته فرهنه درعا من حديد ومات ودرعه مرهونة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كما ترى وقع في آخر حياته، فدل ذلك على أنه آخر الأمرين إن ثبت خلافه ولم يثبت. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، يريد إثبات ذلك. يقول الحافظ ابن حجر: كأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا لا أشتري ما ليس عندي ثمنه، يشير إلى حديث الباب الذي أورده المصنف فيما أخرج الأئمة أبو داود وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقاضاه غريم له دينا وأغلظ له، فهم به عمر بن الخطاب فقال: مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضى ثمنه، فقال: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منك قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة وهي أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها، فأسلم اليهودي. القصتان حديث واحد: تقاضاه غريم دينا وأغلظ له، فهم به عمر، قال: مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وهو اليهودي الذي عقب به المصنف وباعه بيعا إلى أجل، فجاء قبل الأجل يتقاضى، فقال: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب، إلى آخر الحديث. وهو من الأحاديث الطوال في قصة إسلام زيد بن سعنة من أحبار اليهود بالمدينة. والحديث عامة المحدثين والمحققين على تضعيفه وعدم صحته، وفي الرواية ما يشير أيضا إلى ضعفها وعدم ثبوتها. وموجز ذلك فيما ذكره عدد من الأئمة كالهيثم في مجمع الزوائد في رواية طويلة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلة كالبدوي، فقال: يا رسول الله، لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إنهم أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى رجل إلى جانبه قال: أراه عليا. فقال: يا رسول الله، ما بقي منه شيء، كأنه يسأله عن طعام كان عنده، فقال: ما بقي منه شيء. قال زيد بن سعنة وكان حاضرا للموقف قال: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم إلى كذا وكذا؟ دخل اليهودي في صفقة مباشرة، رأى الموقف بحاجة إلى
شيء من المال والتموين والطعام، فدخل وجد الفرصة، قال ما رأيك نعقد صفقة، تبيعني تمرا، هذا بيع السلم، أعطيك الثمن الآن وأخذ منك التمرة في أجل كذا وكذا. وسمى الحائط أو البستان الذي يريد شراء التمر منه، فقال له عليه الصلاة والسلام لا، لا تسمي حائط بني فلان، يعني أعطيك تمرا من غير تحديد. قال قلت نعم، فبايعني. قال فأطلقت همياني، وهو كالحزام الذي يشد على الوسط ويكون فيه حمل النقود، فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في مقابل ماذا؟ في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. فأعطى الرجل وقال اعدل عليهم وأغثهم بها. انتهى الآن من معاملة هذا البدوي الذي جاء يطلب الغوث لقريته الذين أصابهم القحط والجد ويريد تأليف قلوبهم على الإسلام. فقال قال زيد بن سعنة فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاث، يعني جاء قبل الموعد الذي اتفق معه بيومين أو ثلاث، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، قلت له يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطلع، ولقد كان بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر قال وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال يا عدو والله أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون وتؤدة، فقال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته. قال زيد فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. قلت ما هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك، يعني أخفتك. قال وتعرفني يا عمر؟ قال لا. قلت أنا زيد بن سعنة. قال الحبر؟ قلت الحبر. قال فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قال يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2، لم أخبرهما منه، لم يسبق حلمه جهله، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، وقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم، يعني مالك لن يسع الأمة. فقال قلت أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عنده الشهادتين وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رحم الله زيدا. ومن مواضع إعلال المحدثين للرواية بعض ما جاء فيها، كما يقول الإمام الذهبي في تعليقه على المستدرك عن الحديث قال ما أنكره وأركه، ومن ذلك ما ذكر في آخر الحديث أنه توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. وغزوة تبوك ما وقع فيها قتال، إنما غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام في حر وصيف، كانت كاشفة للنفاق والمنافقين، إلى آخر ما ذكره العلماء في تضعيف الرواية. وشاهدها ما أراد به المصنف إحسان النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل ووفاءه وإكرامه وتحمله الأذى والتجاوز الذي قد يقع في مقام الشح والأثرة الذي فطرت عليه النفوس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. قال كان إذا مشى تكفى تكفيا. هذا فصل مستقل يذكر فيه صفة مشي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعجيب والله يا قوم
الهدي النبوي محفوظ في كل باب، هذا عجيب، في كل باب من أبواب الحياة حفظ فيه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نقلته الرواية، كيف كان يجلس، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف مشى، كيف قام، كيف قعد، كيف اتكأ، كيف كان يفعل في كل الأبواب. فهذا من عجيب حفظ الله لدينه، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الدين والشريعة والأحكام، والأمة مأمورة بالاتباع والاقتداء والاتساء، فكيف تتأسى الأمة بشيء لا يثبت فيها عن نبيها فعل ولا قول ولا أثر؟ إذا كان الله قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يأمرنا الله باتباعه، ثم لا يكون لنا في بعض أبواب الحياة أثر من هديه نقتبس منه ونتعلم، هذا محال. فلأجل ذلك عاش عليه الصلاة والسلام حياته بمقتضى البشرية، في أكله وشرابه، في نكاحه وطلاقه، في ضحكه وبكائه، في فرحه وحزنه، في حربه وسلمه، في سفره وإقامته، عاش بشراً عليه الصلاة والسلام، فحفظت عنه المواقف في التعامل والبيع والشراء كما في العبادة والعقيدة سواء بسواء. حفظت الرواية نقلت، فأنت ترى التبويب هكذا في هديه في المشي، سواء مشى وحده أو مشى مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال: كان إذا مشى تكفى تكفيا. تكفى تكفيا، التكفؤ الميل في المشية إلى الأمام كأنما ينحدر من مكان مرتفع، فإن من ينزل من علو أو من منحدر أو من جبل في نزوله تراه لشدة الانحدار تتسابق قدماه في الخطو والتسارع، وهو يحاول إمساك نفسه عن العدو والجري والإسراع. هذا الوصف هو الذي يسمى بالتكفؤ في المشي. كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا مشى على أرض مستوية وسهل منبسط كان يمشي تكفؤا، بالهمز أو بغيره، قال: إذا مشى تكفى تكفيا. وقولهم كان إذا مشى يدل على تكرار ذلك واستمراره صفة في هديه في المشي عليه الصلاة والسلام. أخرج الترمذي وأحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، الصبب المنحدر القادم من مكان مرتفع. وأخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان إذا مشى تكفأ، والتكفؤ ارتفاع القدم مع تسارع الخطى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج أحمد: كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل، يعني ليس في خطوه ومشيه ما يوحي ظاهره بالكسل والخمول والضعف والعجز، بل كان كما يأتيك في الوصف كانت مشيته مشية الحزم ومشية الجلالة والوقار والهيبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أسرع الناس مشية. نعم. قال: وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. جمع في العبارة بين وصف السرعة في المشي مع الحسن والسكون، لأن السرعة المفرطة ربما كانت تفارق الهيبة والسكون والوقار، فالإسراع والجري ليس من سمات الوقار والسكينة، لكنه قال: كان أسرع الناس مشية، هو يمشي لا يجري، لكن مشيه لا يدركه المماشي له إلا بإسراع، كما سيأتيكم في حديث أبي هريرة. قال: كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها، من السكون وهو الوقار والهيبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصفان مجملان: الأول وصف الحسن والجمال، والثاني وصف الإسراع في المشي. قال في الجملة الأولى رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعميم في قوله ما رأيت شيئا أحسن
هو على إطلاقه وعمومه، وليست مبالغة من أبي هريرة رضي الله عنه، ولا إطراء لشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حقا يا قوم يحكي الواقع أنه لم تقع عيناه على شيء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ما رأيت شخصا أو أحدا، قال ما رأيت شيئا، يعني أيا كان موضع الجمال فلم يكن أجمل من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة تتابعت عليها عبارات الصحابة رضي الله عنهم كأنما تواصوا بها، ولا حاجة بهم إلى التواصي، فإن الجمال المكتمل الذي وقعت عليه أنظارهم كان مجتمعا في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علي ما رأيت أحدا أحسن ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان، ليلة مقمرة مضيئة، وعليه حلة حمراء، قال فجعلت أنظر إلى وجهه وإلى القمر فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. عدة عبارات تتابعت فيها أوصافهم رضي الله عنهم في وصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبارة أبي هريرة في هذه الرواية. ثم بين تشبيه هذا الحسن فقال كأن الشمس تجري في وجهه، إشارة إلى الضياء والإشراق الذي كان على محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كأن الشمس تجري في وجهي لمعانا وإشراقا وضياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا شطر الحديث الأول في وصف أبي هريرة رضي الله عنه. شطره الثاني في وصف المشية فقال وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا وصف وبين هذه السرعة فقال كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يمشي فالخطوة بمقام خطوتين، كأنما الأرض تطوى له، فما نقطعه في 10 خطوات كأنما يقطعها في 5 خطوات. نجهد أنفسنا للحاق به وإدراكه في المسير، وهو يمشي مشيته بتؤدة وهوان وهو غير مكترث، فهم يجهدون أنفسهم للحاق به وهو لا يزال في مشيته عليه الصلاة والسلام على المشية الهون كما وصف الله تعالى بها عباد الرحمن. هذا وصف مجمل لمشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، خفة الحركة، تقارب الخطوات وتتابعها، قوة في المشي، وصلابة وحزم، ليس عدوا ولا هرولا ولا جريا، لكنه قطع للمسافة البعيدة أو القريبة من غير جهد ولا مشقة، بحيث لا يدركه المماشي له إلا بجهد ومشقة. كل ذلك وعليه صلى الله عليه وسلم سمت الوقار وأمارة العظمة والمهابة. فأبو هريرة في هذا الحديث رضي الله عنه تعجب منه كيف جمع وصف المشي بالحسن العام، يعني هو قبل أن يقول كان أسرع الناس أو أحد، لما رأيت أحدا أسرع في مشيته، صدر هذا بقوله ما رأيت شيئا أجمل أو أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تفهم أنه لم يرى في الحسن أحدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مشيته كانت من أحسن ما يراها الناظر، فلا أحد أجمل منه وجها، ولا أحد أجمل منه سيرا، كما لا أحد أجمل منه منطقا ولا كلاما ولا وفاء أو خلقا كريما صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا جمع بين الحسن العام وبين وصف مشيته الموصوفة أيضا في سياق الحسن بذلك الوصف صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفيا كأنما ينحط من صبب، وقال مرة إذا مشى تقلع. قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب. تقدمت رواية علي رضي الله عنه التي أخرجها أحمد والترمذي كان إذا مشى تكفى تكفيا. قلت لك التكفؤ أو التكفي أن يسير الماشي كالمنحدر من مكان مرتفع
يكون فيه تتابع الخطى، إسراع غير مقصود بالإسراع لكنه الانطلاق والتتابع في المشي مع خفة الحركة، كأنما ينحط من صبب، يعني ينزل من مكان مرتفع فهو ينحدر في نزول. قال في حديث آخر: إذا مشى تقلع، هو أيضا في لفظ عند أحمد والترمذي. قال المصنف: التقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب. يفسر التقلع في المشي برفع القدم كلها، لا أن يسحب قدمه أو تكون ساقاه عند المشي في حال ارتخاء، يعني هي أشبه بالخطوة العسكرية التي يرفع فيها صاحبها قدمه بالساق جملة فيرفع الرجل كلها. قالوا: هذا إشارة إلى الحزم الذي يبدو فيها على صاحبها من غير أن تعرفه شيء من نمطه وشخصيته التي تدل عليه. ولهذا فإن خبراء علم النفس ونحوه ربما قيموا أو صنفوا بعض من لا يعرفونه من خلال كلامهم أو نظراتهم أو مشيتهم، فتلك أمارات ولها دلائلها، والمشية واحدة من العلامات التي تدل على شخصية صاحبها. مشية النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ فيها من غير حروف الحزم وعلو الهمة والمضاء في معالي الأمور. يقول: كان إذا مشى تقلع يرتفع بجملته، وهذا تفسير آخر أن ارتفاع الجسم كله يكاد يكون مع الخطوات كحال المنحدر من مكان مرتفع، فإن جسمه يتسابق إلى الأمام وهو يحاول التهدئة من الخطو لإدراك الثبات في المشي. نعم. قال: قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة. نعم، هذا المشي مشي الكسل والتماوت الذي أيضا من غير أن تعرف صاحبه فأنت تقرأ فيه ارتخاء الهمة والبطالة واللامبالاة، يمشي مشية التماوت التي يجر فيها قدميه جرة. يقول المصنف: يمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، فلا تكاد من شدة تماوته ترى حركة قدميه في المشي، كأنه خشبة محمولة. هذه قال مشية مذمومة قبيحة، ووجه الذم فيها والقبح هذا التماوت والكسل الذي أباه الإسلام. الإسلام دون عزة وعلو همة ومعالي الأمور، وأما التماوت والكسل والارتخاء في العزائم فليس من أخلاق الإسلام. قال: وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمر الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي علامة على خفة عقل صاحبها. هذه تقابل الأولى، فإذا كانت الأولى في غاية الكسل والتماوت وارتخاء العزيمة، فالثانية على عكسها فيها اضطراب وانزعاج. قال: مشي الجمل الأهوج، الجمل الأهوج ثائر مندفع، فترى يعني أقدامه إذا ارتفعت إلى علو شديد، وهو يرتفع يمنة ويسرى ثم لا يستقر له وجهة، يمشي يمنة ويسرى. قال: هي أيضا مشية مذمومة تدل على خفة عقل صاحبها، وهو كذلك، فإنك إذا رأيت من يمشي في السوق أو بين الطرقات مثل هذه المشية تتحرك يداه مع رجليه كبعير يمشي على أربع، تدلك على خفة عقل صاحبها، وشيء من الطيش الذي وإن لم تعرفه ولم تتره من قبل لكنها السمات الشخصية التي تقرأ من تصرفات أصحابها. فهاتان مشيتان متقابلتان، ضعيفة متماوتة هزيلة، والأخرى طائشة هوجاء ذميمة كلتاهما. قال: وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي علامة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا الوصف وسط بين الوصفين السابقين، بين مشية التماوت والكسل وبين مشية الهوج
والانزعاج والاضطراب وكثرة التلفت يمنة ويسرا. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن وابتدأ بها أوصافهم المتعددة، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما مشية الهون؟ هو الوسط المعتدل بين هذا وذاك. نعم. قال غير واحد من السلف، يعني في تفسير الآية، ما معنى يمشون على الأرض هونا؟ قال غير واحد من السلف سكينة ووقارا من غير كبر ولا تماوت. هذا الوسط، من غير كبر ولا تماوت. الكبر ترفع وتعاري، والتماوت ضعف وانهزام. فالمشية الهون تأتي وسطا، وهي الموصوفة في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن بتماوت ولا بمهانة، بل أعدل المشيات. نعم. إذن فوصف المشية بأنه كأنما ينحط من صبب وأن الأرض تطوى له يدل على مجموع الأمرين: أنه لم يكن مشية المتماوت، فإن التماوت لا تطوى له الأرض بل تطول وتزداد، فما يحتاجه الماشي في دقائق يحتاجه في ساعات. وأيضا فإن قوله كأنما ينحط من صبب فيها أيضا اعتدال الوصف، لم تكن بتماوت ولا بمهانة، بل كانت مشيته ملؤها الوقار والسكينة صلوات الله وسلامه عليه. ومن يتأمل يا كرام فيما وصف بها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حال كلامه إذا تكلم، أو سكوته إذا سكت، أو ضحكه إذا ضحك، أو خطبته إذا خطب، أو سلامه وعيادته وزيارته وأنسه مع أصحابه، أو معاشرته لأهله، يجد في كل تلك الأبواب من التعاملات وصف المهابة الذي جلل الله عز وجل به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: الوقار العظيم والسكينة التي ملئ بها، بل حتى كانت تفيض على من حوله. كان المجالس لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقتبس من سكينته وهيبة مجلسه ما يجد أثرها في نفسه، ولا بد. حتى المشية وصفت أيضا بالسكينة والوقار التي كانت عنوانا لشخص وحياة وصنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشيات عشرة أنواع، هذه ثلاثة منها. هذه فائدة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الباب أو هذا الفصل، لأنه تكلم الآن على ثلاثة أنواع من المشي: مشية التماوت والكسل وارتخاء العزائم، ويقابلها مشية التبختر أو الاضطراب والانزعاج والهوج، ويقابلها التوسط، مشية الاعتدال، مشية الهون، مشية التكفي الذي كأنما ينحط من صبب. فلما ذكر ثلاثة أنواع من المشي قال خذوها فائدة: المشي في تصرفات الإنسان وفي مصطلحات اللغة عشرة أنواع. نعم. قال: والمشيات عشرة أنواع، هذه ثلاثة منها، والرابع السعي. السعي ركض وجري، يقال له سعي. والخامس الرمل، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب. يسمى الخبب، هو الذي يفعله المسلمون في طوافهم في الثلاثة الأشواط الأول، وفي سعيهم بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين أو العلمين الأخضرين. فإنهم في ذلك الموضع في الطواف في الثلاثة الأشواط وفي السعي بين العلمين الأخضرين، فإنهم يمشون الرمل. ما الرمل؟ ليس جريا، لا، هو مشي سريع، أسرع المشي، لأنه ليس بعده درجة إلا العدو والجري، لكنه مشي سريع فيه تقارب للخطى مع إسراع الحركة. قال ويسمى الخبب، فيسمى الخبب حتى في مشي الحيوان، إذا راوح بين يديه ورجليه عند العدو يقال خب البعير. وفي الصحيح، نعم، قال وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. في حديث الصحيحين قال لما قدم فطاف صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، قال ثم خب
ثلاثة أطواف ومشى أربعة. ما معنى خب؟ مشى هذه المشية المسرعة مع تقارب الخطى، والباقي الأربع الأشواط مشاها مشيته المعتادة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: والسادس النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المساند أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال: استعينوا بالنسلان. النسلان إسراع في المشي، بل هو أول درجات الجري وأول مراتبه العدو الخفيف. قال: الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، يعني لا يلحق به شدة عليه. النسلان الجري الخفيف، يعني هو أعلى من الهرولة ودون الجري، إسراع في المشي، عدو خفيف. قال: أخرج بعض الأئمة كابن خزيمة والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه لما شكى الناس في حجة الوداع إلى النبي عليه الصلاة والسلام طول المشي، المشي من مكة إلى منى، من منى إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، إلى جمرة العقبة، ثم الرجوع إلى الحرم، فطول مشي، وهم كثير منهم قادم من سفر، فما تزال وعثاء السفر وتعبها باقية. فقال: عليكم بالنسلان، أو قال: استعينوا بالنسلان. فأرشدهم إلى نوع من المشي ظاهره يوهم أنه يتطلب جهدا أكبر، وهم يلتمسون التخفيف، فقال: استعينوا بالنسلان. يستعينون به على ماذا؟ على تخفيف التعب. هم اشتكوا من طول المشي الذي مشوا فيه كثيرا، فقال: استعينوا بالنسلان. وفي لفظ: استعينوا النسل. قال: فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. فبين لهم ما وجه الاستعانة بالنسلان. قال: يقطع عنكم الأرض، يعني يقرب عنكم المسافة، فالإسراع في المشي يجعلك تقطع المسافة في فترة أقرب. قال: وتخفون له، يعني تخفون للنسل وتسرعون فيه. قال جابر رضي الله عنه: فنسلنا فوجدناه أخف علينا. فطبقوا ما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال: والسابع الخوزلاء، وهي مشية التمايل، يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. هذه مشية في غاية الذم، يوصف بها المخانيث أجلكم الله، مشية فيها تثاقل مع تبختر، يعني يجتمع وصفان كلاهما ذميم، نوع من التبختر التفاخر والتعالي مع ثقل وتكسر وانثناء، فهي علامات على من انتكست عندهم الفطر والعياذ بالله، تسمى مشية الخوزلة. ولو الثامن القهقرة، وهي المشي إلى وراء. المشي إلى الخلف بخطوات يرجع فيها الماشي إلى الوراء تسمى القهقرة. وذلك ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر مرة يعلمهم كيفية الصلاة، قال: فصعد المنبر فكبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم نزل، ثم رجع القهقرة فنزل فسجد في أصل المنبر. فلما أراد السجود نزل من على المنبر وهو متجه إلى القبلة، فرجع إلى الوراء خطوات، لأن المنبر كان ثلاث درجات، ثم نزل فسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال: والتاسع الجمزاء، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. الوثب هو القفز أثناء المشي، فالجمز ضرب من السير أشد من العنق، والعنق الإسراع في المشي. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. هذه مراتب للإسراع في المشي، العنق إسراع وتخفيف في المشي، وإذا صاحبه شيء من ليس تسارع الخطى بل هو أقرب إلى الوثب، يعني عدو سريع يقفز فيه الماشي بخطوات متباعدة تبدو كأنه يسارع في القفز والوثب، هذا نوع أيضا من العدو السريع يسمى الجمزة. قال: والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، نسأل الله العافية. التبختر والتكبر تجبر وتعالي، أصله مرض في القلب،
يصيب صاحبه بالكبر والغرور ورؤية نفسه في أعلى المقامات، ثم لا يرى الناس إلا كأمثال الذر احتقارا واستصغارا واستهانة بهم، ثم لا يزال هذا الصنيع يتمادى بصاحبه في التعاملات، فإذا تكلم وإذا سلم وإذا جلس وإذا قام وإذا قعد، بل حتى إذا مشى كان أثر التبختر والتكبر تجبرا على العباد باديا عليه. والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في الوصايا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مشيتك هذه التي ملؤها التكبر لا تظن أنك إذا خطوت بها خطوة خرقت الأرض، ولا تظن بتعاليك وشموخ رأسك وارتفاع أنفك أنك تطاول الجبال، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فاعرف قدرك عبد الله، والتكبر لا يعود بشيء إلا على صاحبه خزيا ونكالا وعذابا في الآخرة، واحتقارا وانفضاضا للعباد عنه في الدنيا، نسأل الله السلام. فلهذا جاء الوعيد بذم التبختر والتكبر والتعج والعجب والتعالي على الآخرين. ومنه حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي متبخترا ينظر في عطفيه أعجبته نفسه، فإذا به قد خسف فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عياذا بالله. أحسن الله إليكم. قال: وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفي، وهي مشيته عليه الصلاة والسلام. قال: وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا في الحديث: وكان يسوق أصحابه. إذا مشى مع أصحابه يمشون بين يديه يعني أمامه ويكون خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة، فإن الملائكة تحرسه، والله عز وجل قد تكفل بحفظه وعصمته، والله عز وجل سخر له من خلقه من الملائكة ومن جند الأرض والسماء ما يحفظ به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير لما جاء في بعض الروايات سيأتينا في آخر الفصل: كان يسوق أصحابه. كيف يعني يسوقهم؟ يعني هم يمشون أمامه، فإذا كان خلفهم كأنما يسوقهم في مسيرهم. قال: وكان يمشي حافيا ومنتعلا. هذه أيضا من أوصاف المشي، كان يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا. الانتعال: لبس النعال أكرمكم الله. وأما المشي حافيا فقد ثبت في عدة أحاديث، منها حديث عمران بن حصين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ومنتعلا، أخرجه الهيثمي في المجمع. ومنه حديث فضالة بن عبيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وكما ثبت أنه كان يمشي حافيا ومنتعلا، فكذلك كان يصلي حافيا ومنتعلا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن حصين عند الهيثمي في المجمع. هذا إذا أمنت النجاسة في النعل دل على جوازه. نعم. قال: وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فانقطعت إصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. كان في بعض المشاهد صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك كان في غزوة أحد، كان يمشي فانقطعت إصبعه، والمقصود أنه أصابها حجر، وقيل تعثر فأصابت قدمه الأرض فأصاب الحجر إصبعه فسال منها الدم، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب إصبعه على سبيل التسلية: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول مسليا لنفسه ما أصابه في سبيل الله، محتسبا الأجر عند الله: هل أنت إلا إصبع نزل منك الدم، وفي سبيل الله لقيتي هذا الذي لقيت. وإصبع تلفظ بتثليث الحركة في الهمز فتحا وضما وكسرا، وبتثليث الباء كذلك، ففيها تسع لغات: إصبع وإصبع وإصبع، وكذلك التثليث في الهمز، وكلها صحيحة اللغة، فحيثما نطق الناطق إصبع لن يخطئ فيها. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، ذكره أبو داود. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير. إيش يعني يتخلف؟
يبقى في آخرهم. وهذا معنى كان في السفر ساقة أصحابه، ساقة الجيش مؤخرته، ساقة القافلة آخرها، ساقة الركب أيضا ما يكون آخرهم. ليش؟ قال فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. ما معنى يزجي؟ ربكم الذي يزجي لكم الفلك، ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسيره ويسوقه ويجريه؟ فكان يزجي الضعيف، لأنه من يبقى في مؤخرة الركب والقافلة والجيش؟ الذي ما عنده بعير ولا فرس ولا شيء يركبه وضعيف في المشي، فدائما يتأخر، فوجوده في المؤخرة يواسي به الضعفاء عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل؟ يزجيهم، يسوقهم، يحفزهم لإدراك القافلة. ليس هذا فقط، ويردف، يعني يركب بعضهم معه على بعيره أو مركوبه عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. تم هذا الفصل في هذا المجلس بفضل الله وتوفيقه، وفي المجالس البقية متابعة لفصول الكتاب نأتي عليها.